أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تزداد معاناة العمال العراقيين بينما يحتفل العالم كل يوم أو كل عام بيوم العمال؟ ما تداعيات الأزمة المالية وانهيار النفط على وضع العمال المتدهور أساسا؟ لماذا عملت الأحزاب في العراق منذ العام 2003 على شل المعامل والمصانع والإنتاج المحلي ومن المستفيد؟ عمال العراق الذين أسهموا في بناء بلدهم على مر الأزمنة والعصور يعيشون منذ احتلال العراق قبل 17 سنة وحتى الآن معاناة البطالة التي تفاقمت نتيجة سوء إدارة الدولة والفساد المالي والإداري. فقد كشفت نقابة العمال في العراق عن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد ووجود أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل، وانتقدت النقابة استقطاب الوزارات الحكومية العمالة الأجنبية بدل اعتماد العمال العراقيين، متهمة إياها بسرقة حقوق العمال. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على معاناة العمال العراقيين بينما يحتفل العالم كل عام بيوم العمال العالمي. إذن نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. قبل أكثر من قرن أضرب مئات الآلاف من العمال عن العمل في مدينة شيكاغو الأمريكية وخرجوا في تظاهرات كبيرة مطالبين بحقوقهم. في الأول من آيار الذي أصبح يوما عالميا للعمال بعد أن شهد مقتل عدد منهم وتحويل عدد آخر للمحاكم التي قضت بإعدام بعضهم. يأتي يوم العمال العالمي والعالم يمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب جائحة كورونا، فبحسب تقرير للأمم المتحدة الذي توقع مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم، ورجح التقرير أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص حول العالم وظائفهم، وأن يغرق الاقتصاد العالمي في ركود بمستويات تاريخية من البطالة والفقر. عمال العراق الذين أسهموا بشكل كبير في بناء دولتهم عاشوا معاناة البطالة في وقت مبكر منذ احتلال العراق عام 2003، زاد من معاناتهم سوء إدارة الدولة والأزمة العالمية التي ألقت بظلالها عليهم. فقد كشفت نقابة العمال في العراق عن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد ووجود أعداد كبيرة ومخيفة من الباحثين عن فرص للعمل في صفوف العراقيين، وانتقدت النقابة استقطاب الوزارات الحكومية للعمالة الأجنبية بدل اعتماد الكوادر المحلية، متهمة إياها بسرقة حقوق العمال العراقيين. اللجنة المالية النيابية حذرت من انهيار الدينار العراقي في حال العبث باحتياطي العملة في البنك المركزي، وهذا ما سيفاقم الأزمة على العمال وغيرهم. وكالة فرانس بريس لخصت الوضع الاقتصادي في العراق بوصفها أنه على حافة كارثة مالية بعد انخفاض مهول لعائدات النفط. الحكومة الحالية في بغداد بأحزابها الفاسدة شلت المعامل الحكومية والقطاع الخاص وأغلقتها خدمة لمصالحها الشخصية وتنفيذا للأجندة الإيرانية التي تسعى لتدمير الصناعة والزراعة في العراق ليبقى سوقا لاستهلاك المنتجات الإيرانية. من هذا الوضع المأساوي خرج العراقيون بجميع طبقاتهم ومنهم شريحة العمال مطالبين بحقوقهم التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن تلبيتها، فكان لزاما على العراقيين المطالبة بإسقاط النظام برمته، إذ لا أمل في نظام طائفي فاسد أن يجد حلولا لمشاكل العراق. إذن نسلط الضوء في هذه الحلقة على معاناة العمال العراقيين بينما يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للعمال. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، السيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي انضم معنا عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. أهلا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ينضم معنا عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا تحياتي. أهلا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ سعد جاسم السوداني رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان ينضم معنا من العراق. مرحبا بك أستاذ سعد. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا أشكر قناة الرافدين. حياك الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعد جاسم السوداني رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، يعني تزداد معاناة العمال العراقيين كل عام منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن العمال العراقيين أوضاعهم تتدهور، فرص عمل لا توجد، هناك يعني بطالة، معدلات الفقر تزداد، بينما يتم استقطاب العمالة الأجنبية وتهميش شريحة واسعة
من العراقيين وهي شريحة العمال الذين لهم دور كبير في بناء العراق على مر الأزمنة والعصور. يعني كيف تصف هذه المعاناة أستاذ نظير؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني شريحة العمال في العراق هي واحدة من الشرائح العراقية المهمة في البلد، وقد نالت من يعني الضيم ويعني غمط الحقوق حال باقي شرائح المجتمع. لكن هذه الشريحة ليست شريحة بسيطة، حيث على عاتقها تبنى الدول وتبنى الشعوب، وعلى مدى فعاليتها ممكن تمييز البلدان ما بين تفوقها أو فشلها. نلاحظ أن يعني في العراق البنية التحتية للصناعة وللزراعة قد تضررت بشكل كبير جراء الاحتلال الأمريكي في البدء، أما وبعد هذا الاحتلال وبعد التضرر اللي حصل إلى، فإن ما نجا من هذه البنية التحتية الصناعية والزراعية قد تم تدميره على أيدي من جاء إلى هذا الحكم بدافع ليس يعني بدوافع شخصية، إنما بدافع لمصالح دولة أخرى هم مرتهنين فيها. لذلك أنه تجد يعني عندما المعمل يتوقف عن إنتاج سلعة ما تجد بديلها الإيراني يتم استيراده، بل تتعمد يعني الجارة إيران ومن خلال وكلائها على تعطيل المصانع وتعطيل المزارع وتعطيل الإنتاج الحيواني لكي تزداد وتنتعش تجارتها إلى العراق. هذا بلد يعني كأنما هو بلد طفيلي يعيش وينمي اقتصاده على حساب دولة جارة له، وبالأحرى كان يفترض أن تقلب صفحة جديدة من التعاون بين البلدين عوضا عن هذا الاستغلال للعراق. نعم، ابقى معي أستاذ نظير لو سمحت، ورحب بالأستاذ سعد جاسم السوداني. أستاذ سعد رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان، مرحبا بك مرة أخرى. كيف تصف لنا أوضاع العمال في العراق؟ أنا أشكر قناة الرافدين وأشكر المشاهدين، وأنا أشكر جدا لهذا اللقاء يعني المباشر عن حالة العمال وحن وضع 1 أيار عيد العمال. كنا متعودين سابقا نحتفل بعيد العمال العالمي يعني بعيد العمال العراق، لكن شفنا من السقوط يعني عملية السقوط ولحد هذه الساعة أنه الطبقة العاملة ما أحيت هذه الذكرى بسبب تهميش دور الطبقة العاملة نتيجة الحكام المتعاقبة على هذا الوضع. فالطبقة العاملة هي لها دور فعال في بناء البلد والأوطان والشعوب، وهي صاحبة الحضارة ورسم السياسة الاقتصادية للبلد، لكنه الآن الطبقة العاملة في ميسان تمر في أزمة اقتصادية مدمرة بدليل المعامل والمصانع والشركات والمشاريع الإنتاجية توقفت من 2003 لهذه الساعة، ويبقى العامل الآن عاطل عن عمل، صاحب خبرة، صاحب إمكانيات مهنية، صاحب تجربة بالحياة، لكنه الآن عاطل عن العمل، يتمنى بإعادة هذه المعامل المعطلة. وإحنا بدورنا كاتحاد نقابات العمال أجرنا المسؤولين اللي يدعون بمسؤولية البلد وحفظا على البلد، لكن يؤسفنا لم يستجيبون إلى مطالبنا بإعادة المعامل إلى عافيتها وتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل. وهذه السنة مرت علينا مر الكرام بدون أي احتفالية نتيجة مرض وباء الكورونا اللي مر علينا، وأعتقد هاي بتقديراتنا هاي جانب سلبي انعكس على حياة الطبقة العاملة. عشرات بالمئات بل ملايين من العاطلين عن العمل بالعراق عايشين على أكتافهم، على دمهم عايشين بسبب هذا الوضع المتردي في العراق، ونتمنى إنقاذ هذا البلد من هذه المحنة. هذه المحنة قد أساءت إلى أعداد ضخمة من العوائل ومن العاطلين عن العمل ومن هذه الشريحة، وعدة شرائح الآن بتتأثر نتيجة هذه السياسة الطائفية والأثنية اللي هي تخدم مو تخدم بلدنا، تخدم بلد العراق، لا تخدم الدول الجوار
واشوف انه البضاعه هي يعني ماكو انتاج وطني سواء انتاج خارج البلد. تسمعني استاذ؟ نعم اسمعك استاذ سعد. ماذا عن الأموال التي تخصص من الميزانية؟ ليست ميزانية العراق مليارية؟ يعني هناك دول تكفي 5 دول هذه الميزانية، 5 دول عربية بالإمكان أن يعني يتم فيها إنشاء مشاريع كبيرة وإنتاجية وخدمية وصناعية وزراعية. أين تذهب هذه الأموال؟ يا سيدي هو هذا السر اللي مدمر العراقيين، لماذا لا تفتح هذه المشاريع؟ عندنا معامل معطلة، يعني احنا عندنا في محافظة ميسان معمل السكر، معمل الورق، معمل البلاستيك، معمل الزيوت، هذه معامل تستوعب أعداد هائلة من العاطلين عن العمل، لا تعاد معافيتها، أريد نفهم ليش، ما هو السبب لتعطيل هذه المعامل حتى يرضون الجانب الآخر. حتى يرضون الدول الجوار بأنه الإنتاج الوطني العراقي متلكي غير جيد، بالعكس الإنتاج العراقي جيد جدا جيد جدا، حتى العملة مالتنا تتداور في بلدنا، يعني إنتاج وطني يتباهى أمام شعوب العالم، الصناعات المتطورة بالعالم، بأنه البلد يمتلك إمكانيات هائلة من المال. هاي الميزانية تتمر علينا بس نسمع رقم أرقام، بس أرقام، مجرد أرقام، لكنه ماكو تخصيصات إلى إعادة هذه المشاريع. جميع المشاريع 6000 مشروع معطل عن العمل، 2500 معمل إنتاجي، 2500 معمل إنتاجي معطل الآن بسبب السياسة الطائشة، بسبب الاحتيال على الشعب، بسبب اللعبة السياسية القذرة اللي وصلت العراق إلى انحصار اقتصادي قد يؤدي مستقبلا للعراق، وهبوط النفط هذا سبب اخر. وانت الان نتمنى انه واحد يزور العراق ويتمعن باحوال الطبقه العامله بصفتي رئيس اتحاد نقابات العمال. الان التقي مع العمال جميعا متاثرين تماما، حياتهم صعبه، يتمنى الانتحار يا سيدي العزيز. نعم. اولا يعني الوضع الاقتصادي متدهور، عمل معطل، صاحبين محلات ورشات عمل بسيطة، كلها متلكئة معطلة عن العمل، يفكر شلون يطلع أجار البيت، يفكر شلون يطلع أجار المحل، والآن يعيشون في دوامة في إحراج اقتصادي مخالط مدمر يا سيد العزيز. نعم أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، أرحب بك مرة أخرى. استمعت بالتأكيد إلى ما تحدث به الأستاذ سعد السوداني رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان، ووصف الصورة في العراق يعني صورة مأساوية فعلا، يعني أكثر من 2500 معمل معطل منذ عام 2003، الكثير من المعامل بمختلف إنتاجيتها وكلها معطلة، وهناك جيوش من العاطلين عن العمل. ما هم المواطن العراقي العامل سوى أن يستطيع أن يدفع الإيجار؟ يعني أبسط حقوق الإنسان في العراق غير متوفرة، منها يعني هذه الشريحة المهمة، الشريحة التي تبني في العراق وهي شريحة العمال. من المستفيد أستاذ ضياء من تعطيل أكثر من 2500 معمل في العراق؟ من المستفيد من تعطيل معظم الشركات والمشاريع في العراق من وجهة نظرك؟ بالبداية تحية للجميع. حقيقة نحن نعلم من هو المستفيد، ووضح الأخوة المتكلمين قبلي أنه أشاروا إلى أن دول الجوار هي بالتحديد إيران هي المستفادة الأول والأخير من الطبقة العاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان في كل العراق. الانتهاكات في حقوق الإنسان وفي حقوق العمالة الموجودة بالوقت الحاضر في العراق يعني وضحوا كثير، لأنه المعامل العراقية غلقت لأسباب إعازات من جهات أجنبية سياسية تختص بتدمير هذه المصانع. المصانع بالعراق موجودة أنه شغل آلاف من العمال العراقيين الموجودين، ولكن هذه المعامل عطلت حتى لا يمكن تشغيلها. هذا السبب اللي خلوهم يتبعون هذه السياسة، هي إيران تتبع هذه السياسة حتى تصرف البضاعة مالتها، والدول الأخرى حتى الدول الكبرى ومن ضمنها الصين. يعني معمل السرنجات الموجود في الحلة عطل العمل به لأنه استيراد سرنجات أسوأ من السرنجات الموجودة في العراق
يعني هذا جزء بسيط، وتعطيل هذا المعمل الموجود في بابل، يعني حقيقة الموجودة العمالة الموجودة في العراق الذي تنتهك الحقوق مالتها، هذه حالة استثنائية بالوقت الحاضر، مرض الكورونا، الفيروس الكورونا، يعني هذا مرض طارئ، وهذا المرض في كل دول العالم، لكن في العراق من 2003 ولحد هذه اللحظة المعامل عطلت ولا يمكن العمل بها، والاستثمار الموجود حتى ممكن أن تعمل هذه المعامل حتى لو بطاقة بسيطة، هذه الإمكانيات تسرق من السياسيين الموجودين. أنا أذب اللوم حقيقة على السياسيين العراقيين، لأن السياسيين لو كانوا منتمين إلى الشعب العراقي وحريصين على حقوق الشعب العراقي لكان بدأوا بتحسين وضعية الشعب العراقي. لا توجد مستشفيات ولا توجد عمالة ولا توجد جامعات، حتى من يتخرج من الجامعات لا يوجد عمل للعمل فيه، لأنه السياسة الموجودة في العراق هي تدمير كل ما هو جيد في العراق. حقيقة من بداية الاحتلال الأمريكي الغاشم على العراق ولحد هذه اللحظة، الاحتلال الإيراني واضح، والحكومة العراقية ليست مخيرة وإنما مسيرة من قبل إيران. طيب، بالعودة لك أستاذ نظير الكندوري، هل هناك أهداف سياسية وراء جعل العراق تحت معدلات البطالة المرتفعة ومعدلات الفقر المرتفعة وتهميش يعني لبنة أساسية من لبنات النهوض بالحالة أو الواقع الاقتصادي في العراق وهي شريحة العمال؟ ما الأهداف السياسية التي تقف وراء ذلك؟ حقيقة إذا قلنا أن السياسيين يتعمدون في يعني زيادة أعداد العاطلين، ويعني ربما للشخص الذي لا يعرف ما هي توجهات هؤلاء السياسيين يقول أن هذا مجرد غباء سياسي وأنهم غير مؤهلين ليقودوا بلد مثل بلد العراق، لكن عندما نعرف بواطن الأمور وما هي الأهداف الحقيقية من زيادة هذه البطالة في شريحة الشباب العراقي نفهم ما هو قصد هؤلاء السياسيين. هم يحاولون من خلال يعني غلق فرص العمل وزيادة البطالة دفع الشباب على أن يكونوا رافدا للتجنيد من خلال الميليشيات وجعلهم مشاريع قتل في سواء في العراق أو خارج العراق في سوريا ولربما في يوم ما يكون في اليمن أو غير بلدان أخرى. لذلك عندما الشاب لا يجد فرصة عمل هو يكون على استعداد للعمل في أي طريقة لكي يكسب قوت يومه، وبالتالي هم يحصلون على ولاء ويحصلون على طاقته من خلال البطالة التي يفعلونها. وإلا ما هي الأسباب التي تجعل في بلد يعني لديه 6 ملايين عاطل عن العمل من فئة الشباب ومع ذلك هم يتعمدون لاستيراد عمال أجانب سواء من دول عربية وغير عربية كالفلبينيين وغيرهم الذين هم على استعداد للعمل بأجور أقل وبظروف عمل أصعب من المواطن العراقي؟ ما هذا يعني ما الذي يجعل السياسيين يتعمدون لمحاربة العمال إلا إذا كانت هناك أهداف أخرى هي أكبر وأعمق من موضوع؟ هذه نقطة مهمة، اسمح لي أن أنتقل بها للأستاذ سعد جاسم السوداني. أستاذ سعد، استقطاب العمالة الأجنبية بدل العمالة المحلية في العراق، ما الغاية منه؟ يعني ازدياد معدلات البطالة، ازدياد معدلات الفقر بالعراق، هل هو أمر يعني مدروس؟ هل هو أمر مبيت له؟ يعني ماذا يريدون من ذلك؟ يا سيد العزيز، احنا عايشين مع شركات اجنبيه يجيبون عندنا شركه صينيه ومتعدده الشركات. العماله خلينا نكون دقيقين، خلينا ننتبه لهذا الموضوع. نعم. العماله الاجنبيه تجي تشتغل، تعبر المحيطات، تجي تشتغل، والعامل العراقي الان مشروع خارج اطار العمل، يجيبون عماله خارج وفق مزاجهم الخاص، يملون على الحكومة والحكومة موافقة تماماً. عندنا أعداد ضخمة عاطلين كلهم خريجين يشتغلون بشركات النفط. الشركات النفط الآن بها شركة صينية اللي هي صاحبة يعني صاحبة الشأن الكبير
بإدارة العمل يجيبون نسبة، يعني كانت على حسب الاتفاقية وحسب البروتوكولات، انه التشغيل العمالة من العراق من العراق ب 80%، وهذا لا ينجز، هذا لا ينجز. هناك اعداد كبيرة من الخريجين، خريجين فنيين ومهندسين خارج اطار العمل الان، بس اللي دا يشتغلون بالشركات الأجنبية هم أجانب، يعني مو عراقيين، مو عراقيين. هي هاي المشكلة المدمرة. إحنا نزور الشركات، العمال العقود يعني يشتغلون، والطرد الكيفي وفق مزاج الشركة، يعني عدم تدخل الدولة في شؤون إدارة العمال، وحتى مانعيننا من متابعة العمال وحقوقهم وضمانهم الاجتماعي. وإحنا من يصير عملية تشغيل الأجانب نتدخل بهذا الأمر، يمنعون عدم المعرفة النسبة شقد شغلوا من العاطلين عن العمل، إيش كثر نسبة العمالة من الخارج. هاي في مغفل عنا، يعني عدم درايتنا كاتحاد نقابات العمال، وهذا من اختصاصنا أنه يجب أن نتابع هذه المهمة، مهمة صعبة، وبدليل أنه عشرات من العاطلين عن العمل هم الآن يباوعون على العمال الأجانب اللي يشتغل ويتقاضون رواتب، ورواتب مميزة تماما عن أجور العمال. بس عندنا أكو أجور عقود للعمال، وذول العقود معرضين إلى الطرد الكيفي. نعم أستاذ ضياء شمري، اللجنة المالية النيابية حذرت من انهيار الدينار العراقي في حال العبث باحتياطي العملة في البنك المركزي، طبعا نتيجة هذه الظروف التي يمر بها العراق، جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وأدت بالتالي إلى يعني بيع العملة الأجنبية، يعني التفريط بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي. والحال هكذا والبطالة على هذا النحو الكبير ومعدلات الفقر بهذا الشكل، هل من تأثير بالتالي على الواقع الاقتصادي، على الواقع المجتمعي، لهذه السياسة الحكومية، سياسة تبديد الأموال بالعملة الأجنبية؟ ما تأثيرها على الواقع الاقتصادي للمواطن العراقي، لا سيما شريحة العمال؟ تبذير العملة العراقية، ذكروا الأخوة المتحدثين أنه العمالة الأجنبية، العمالة الأجنبية يتقاضون الرواتب مالها بالعملة الأجنبية بالطبع، والعملة الأجنبية تقاضيهم بالعملة الأجنبية، وترحيل هذه العملة الأجنبية إلى دولهم ولا دول أخرى، هذه تضر بالاقتصاد العراقي وتضر بالدينار العراقي وتضر بكل الشعب العراقي. حقيقة ذكر أنه أنا عندي معلومة للمناطق الجنوبية أو النفط الجنوب الموجود بالعمالة الموجودين، هم 70% من العمالة هم العمالة الأجنبية بالضبط، بالمية هم العمالة العراقية. خلاحظ شو هذا السبب. السبب ذكر أحد المتحدثين أنه حتى ينحرف الشباب لجلب قوت آخر، يعني يشتغل بأعمال إجرامية، بأعمال إرهابية، حتى يتمكن من، لأنه لازم أن يعيش، والعيش بالعراق صار صعب جدا، خاصة لهذه الطبقة الكبيرة، الطبقة الشريحة المهمة من الشعب، عندهم عوائل، عندهم أطفال، هذه لا يمكن أنه يبقى يضطر هذا العامل أنه يتجه إلى الميليشيات أو إلى جهات أخرى لسبب كسب المال. تهريب الأموال خارج البلد هو هذه الطامة الكبرى. الدولة ما تبقى بتهريب هذه الأموال، تجلب عمال أجانب، وهذه المعامل الموجودة في العراق لا يمكن أن تعمل، لأنه إذا عملت هذه المعامل راح يجي دخل للشعب العراقي، يجي دخل من الخارج، لربما أن يباع هذه الأجهزة إلى في الأسواق الدول الجوار. إحنا بالعكس نستورد، حتى نستورد أبسط الأشياء من إيران. حقيقة الكويت تصدر لنا، يعني ما معقول هذا الشعب اللي الشعب العريق، وكانت الصناعة العراقية المتمثلة بصفات جيدة من صناعة الأدوية ومن صناعة المعدات الطبية، وفي الوقت حتى المكائن، احنا كنا كان في العراق يصنعون المكائن الزراعية. نعم. وكنا نبيع إلى سوريا وإلى الأردن المكائن الصناعية، وحتى إلى مصر.
يعني حقيقة هذه تدمير الصناعة هو تدمير الاقتصاد، وهذه عملية مدروسة لإنهاك الشعب العراقي ومكونات الشعب العراقي حتى يبقى تحت هذا المستوى، المستوى الفقر الموجود في العراق. وهذا ما يستفاد من عدة أنه إيران، الأمر الغريب إيران لا توجد عندها اقتصاد، الإيرانيين شعب جيعان، احنا ما انا اتكلم على الشعب، هاي حكومة الملالي حكومة متسلطة على ارقاب الشعب الايراني، يجب على الشعب الايراني ان ينتفض مثل ما انتفض الشعب العراقي. احنا نتحدث عن نفسنا ولا نتحدث عن المشاكل التي تحدث في ايران، ايران ايضا فيها مشاكل. اذا الاقتصاد العراقي والعامل العراقي مهم جدا بتحسين الوضع الاقتصادي العراقي وعدم تدهور الدينار العراقي، واذا تدهور الدينار العراقي احنا ما عندنا شيء غير فقط النفط، نبيع النفط والنفط موجود عند الأجانب موعدنا، يعني نصير كأي دولة أفريقية جيعانين والنفط موجود عندنا والثروات تباع أمام وهذا الأمر نفط. أمر مهم جدا أستاذ ضياء، يعني البعض يتساءل يعني كيف ينظر العالم إلى وضع العراق الآن. طبعا سأعود إليك مرة أخرى أستاذ ضياء في هذا الاستفسار المهم، والعالم كيف ينظر إلى الواقع في العراق؟ العالم كله يعني بعد احتلال العراق دعموا الحكومات التي نصبها الاحتلال في العراق، ويعني أشيع أن هذه الحكومات هي من يعني تترجم الديمقراطية وتثبتها في العراق بعد أن كانت هذه الديمقراطية غير موجودة، فلم يعني يلمس العراقيون شيئا من هذه الحكومات إلا الدمار لكل البنى التحتية الاقتصادية المجتمعية، أموال العراقيين تبددت، ما الذي تغير؟ العالم الذي كان يدعم أو لا نعرف هل هو يدعم إلى الآن هذه الحكومات أم لا، نتساءل كيف ينظر إلى هذه الحكومات وهي تهمش حقوق العمال بعد أن انتهكت حقوق العراقيين مثلما يتحدث الكثير من المراقبين للشأن العراقي منذ احتلال العراق إلى الآن. السؤال موجه إليك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، يعني الكثير من المصانع والشركات، شركات السدود، شركات الجسور، الشركات، الشركة العامة لصناعة السيارات، شركات المعدات الثقيلة، شركة المعدات والمكائن الزراعية، يعني الأجهزة الكهربائية في العراق، الكثير من المعامل تعطلت في هذا البلد. الغاية أنه مثل ما تحدث الأستاذ ضياء الشمري، يعني أن يضطر العامل للتطوع في ميليشيات، للعمل في ميليشيات، أو الاتجاه إلى ارتكاب الجرائم من أجل الحصول على المال. هل هذا هو الأمر؟ هل هذا هو الهدف الذي جاء به الاحتلال الأمريكي، أن يضيق على العراقيين حتى يتم تحقيق أهداف مشاريع إقليمية ودولية؟ نعم أخي، يعني حقيقة ذكرت قبل قليل أنه ما هو السبب الذي يجعل دول العالم وهي تنظر إلى المآسي في هذا البلد، ولكن مع ذلك تقول أن هناك حكومة ديمقراطية في العراق وتسير الأمور على وفق ما يريد الشعب وأن الأمور يعني جيدة جدا، مع العلم أن التظاهرات قائمة ولا تزال قائمة ولا لا يسمع لها صوت. أنا أقول يعني حقيقة أن كل دولة من هذه الدول سواء الدول المجاورة أو الدول الأخرى لها مصلحة في بقاء الوضع في العراق على ما هو عليه، وهي يعني تريد من هذا الوضع أن يستمر لمصلحتها. لنأخذ مثلا يعني مثل الدولة مثل إيران، بقاء العراق بلد ضعيف وبلد مستهلك غير منتج لا صناعيا ولا زراعيا هو به فائدة عظيمة بالنسبة للاقتصاد الإيراني. مع ذلك البقاء هذه الأحزاب الطائفية والمشهورة بالفساد أيضا فيه فائدة للطرف الإيراني، كون أنه يعني أهم بلد كان يقف أمام توسعاتها في العالم العربي هو العراق. أضف إلى ذلك دولة مثلا تركيا، تركيا الآن لحد الآن هي لا تبدي يعني أي موقف إزاء ما يحصل في الشعب العراقي ولا تتعاطف معه، ذلك لأن هناك ميزان تجاري مع العراق لصالحها بعدة مليارات، فهي غير قادرة
على التنازل عن هذه الأموال. كذلك الوضع مع الأردن، وكذلك الوضع مع سوريا، والخليج العربي قد يعني صدر في مشاكله في اليمن وغير اليمن. لذلك يعني الوضع العراقي ووضع المعاناة للشعب العراقي يصب في خدمة مع الأسف كثير من الدول هذه المشكلة، لكن على الشعب العراقي هو من يستطيع أن يثبت لتلك الدول بأن مصالحكم هي مع الشعب العراقي وليس مع الحكومة المسلطة على رؤوسه. عندما يثبت هذا الشعب من خلال تظاهراته ومن خلال فعالياته الشعبية والسياسية، يثبت لتلك الدول بأن مصالحكم ترتبط بالشعب العراقي وليس بسياسيين زائلين لا لهم أصل من هذا الشعب ولا لهم تاريخ ولا مستقبل في هذا البلد. ابقى معي أستاذ نظير لو سمحت. أعود إليك أستاذ سعد جاسم السوداني. يعني بالتأكيد العراق بلد غني بثرواته الطبيعية النفطية وكذلك ثرواته البشرية. العراق فيه الأكاديميين، فيه العلماء، هو بلد العلماء، وهو البلد الذي يبني باقي البلدان. ليس هناك بلد في أوروبا، ليس هناك بلد في الدول العرب، ليس هناك يعني بلد عربي ليس فيه خبرات من العراقيين الذين أسهموا في بنائه وتطويره على جميع الصعد. أستاذ سعد، السؤال هنا يعني هل أنتم في يعني في نقابة العمال، حضرتك رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان، في نقابات العمال في نقابة العمال في العراق، هل اتخذت أي خطوات بالتنسيق مع الخبرات العراقية الموجودة في الداخل من أجل يعني إنقاذ العمالة المحلية، العمالة العراقية، يعني العمال العراقيين وواقعهم؟ أستاذنا الفاضل، احنا السبب الاساسي هو عمليه الاحتلال. خلينا السبب الرئيسي لعدم قدره هذه الامكانيات لاعداد مشاريع انتاجيه مستقبليه والتوافق مع الحكومه العراقيه ما تستمع لهذه المشاريع والطاقات والامكانيات الفنيه اللي بداخل العمال. عندنا مشاريع نعدها، يعني نشترك في التنمية الاقتصادية للبلد، يعني من إعادة معامل ومشاريع وتشغيلها، وممكن أن نشغل أكبر عدد من العاطلين عن عمل، لكنه الحكام العراقيين لن يستجيبوا. يعني ما لهم علاقة يا سيدي. البلد ينتج 4 ملايين برميل من النفط، هذه الإمكانيات الهائلة، مشروع واحد إنتاجي ممكن أن يشغل أكبر عدد من العاطلين. هذا المشروع الإنتاجي إذا وصل إلى التخطيط وإلى الإنجاز يتوقف، يجيك يعني بدون تشخيص، بدون دقة بالعمل، يوقفون هذا المشروع، لأنه هذا المشروع راح يخلق أجواء من الطبقة العاملة، من الحرفيين، من تشغيل العاطلين عن العمل، من تداول العملة، من تداول الدينار العراقي داخل البلد. يعني احنا نتمنى ان يكون انتاج وطني. يعني هسه متألمين جدا انه كل من خارج العراق، يعني حتى اذا كورشات انتاج وطني بسيط ما الى سوق في البلد، يجي شلون يتعاملون بالسعر بالعملة، هذا ادنى وهذا اعلى، فيجي يتجج البضاعه اقل سعرا من البضاعه والانتاج الوطني العراقي، ممكن المواطن العراقي يشتري اقل سعرا، اما الانتاج العراقي هو اجود واحسن. والخبرات اللي تفضلت عليها خبرات وطاقات فنيه كلش كبيره، يعني كبيره جدا، يعني ممكن ان تستفاد منها الحكومه العراقيه. هو هذا السر اللي ما نعرف عنه، ليش هذه الطاقات والامكانيات الكبيره ما قاعد يستوعبوها، ما قاعد ياخذوها بنظر الاعتبار يا سيدي العزيز. الطاقات الكبيره في العراق يتم اهمالها ويتم تهميشها بل ومحاربتها. طبعا نرفع لك القبعه استاذ سعد جاسم السوداني على هذه الشفافيه وهذه نقل الصوره الحقيقيه للواقع العراقي، وهذا بفعل ما تؤكده التقارير الدوليه وكل ما يجري في العراق من ارتفاع نسب البطاله وارتفاع نسب الفقر، ويعني والدليل على ذلك هذه التظاهرات في ثوره تشرين التي خرجت للمطالبه باسقاط
هذه الرموز، رموز العملية السياسية، إسقاط هذا الواقع الذي أدى بالعراق إلى هذا التدهور وهذا الانهيار، إلى شفى حفرة الدمار والخراب، وليس هناك أي بادرة للنهوض الاقتصادي، وبالتالي الطبقة العاملة والشريحة شريحة العمال هي متضررة بشكل كبير. بالعودة إليك أستاذ ضياء الشمري، أستاذ ضياء، يعني أنتم في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، طبعا حقوق الإنسان في النمسا، حقوق الإنسان العراقي، العمال هم طبعا نسبة كبيرة من المجتمع العراقي، وهم الطبقة الفاعلة والطبقة التي لها الأولوية بالنهوض بهذا الواقع العراقي، طبعا همشت هذه الشريحة وحديث موضوع هذه الحلقة. يعني العالم عندما كان ينظر ويتحدث عن أن العراق الآن أصبحت فيه ديمقراطية، سوف تنجز المشاريع في العراق بعد خراب العراق على مدى السنين التي مضت، وكأن القرن العشرين لم يشهد أي نهضة للعراق، وكأن النهضة التي يوعدون بها هي تأتي بعد الاحتلال، فما رأينا من بعد الاحتلال من نهضة في العراق، وما رأينا إلا أن جيوشا من العاطلين سواء من الخريجين أو من غير الخريجين. العالم الآن كيف تستطيعون أن توصلوا له الصورة الحقيقية لما يجري وما يعاني منه العراقيون، لا سيما هذه الشريحة المهمة؟ الحقيقة الأمر، الطبقة العاملة هي أكثر الطبقات بالعراق المتضررة وانتهكت حقوقها من 2003 ولحد هذه اللحظة. أنا أقصد انتهاك الحقوق هو تعطيل المعامل بالضبط، وعدم تشغيل هذه الطبقة العاملة، ولا يوجد ضمانات اجتماعية لتحقيق الموارد المالية حتى يمكن هذا العامل أو هذه الطبقة من المعيشة بحياة كريمة. بالإضافة إلى هذا، أنه لا توجد حماية للصناعة العراقية ولا للزراعة العراقية مثل بقية الدول العالم فيها حماية لصناعتها، فيها حماية لزراعتها. يعني السياسة العراقية الموجودين يعني ذول السياسيين العراقيين، نعم هنالك ديمقراطية وانتخابات بالعراق وتعددية وفيها أحزاب، الأحزاب طائفية والتعددية هي الميليشيات، وهذه كلها الانتخابات اللي قاعد تحدث كلها شكلية. بالحقيقة الواقع المتظاهرين الموجودين هم قاعد يثبتون ما هو الحق في الشعب العراقي، ما هو انتهاكات للشعب العراقي. أنا قبل شهرين أو أكثر تحدثت مع وكيل وزير الخارجية وقلت له أنا مستغرب من الحكومة العراقية أنه هذه المطالب المتظاهرين هي مطالب شرعية، شو السبب عدم تنفيذ هذه المطالب؟ يقول لي لا تستغرب من هذه الحكومة، يعني الدول العالم مأيسين من هذه الحكومة إطلاقا. لا توجد دولة بالعالم تحترم قرارات هذه الحكومة. الحكومة العراقية حقيقة هي مسيرة من قبل إيران، وأي موظف وأي وزير يريد يتعين في دوائر الدولة بالعراق ويستلم المسؤولية لازم يأخذ المبايعة من إيران. بدون مبايعة إيران لا يمكن أن يكون مسؤولا في العراق. وهذه المؤسسات الموجودة بتسمياتها، صدقني هذه هم أجوا بتدمير العراق. هذا اتفقوا وبصموا بالعشرة أصابع بتدمير العراق والشعب العراقي، ليس من أجل الشعب العراقي. الشعارات اللي كانوا يرفعوها قبل احتلال العراق من كانوا هم في المقاومة تختلف بالوقت الحاضر. هم أتوا لتدمير العراق ووقعوا بتدمير العراق مع المؤسسات الكبرى العالمية، يعني مع البريطانيين والفرنسيين والأمريكان. هذه كلها العمليات جرت بموافقتهم، ولحد الآن هم قاعدين ينفذون هذا المشروع الخسيس بتدمير الشعب العراقي. نعم، شكرا لك أستاذ نظير. الوضع الاقتصادي في العراق متدهور، هناك جيوش من العاطلين، ماذا يرتجى من الحكومات الحالية؟ يعني ليس لها علاقة بوضع الخطط الاقتصادية، ليس لها علاقة بتشغيل العراقيين، فقط أن الأمر الآن يتجه ربما أيضا إلى يعني التجنيد الداخلي وصنع الحروب الداخلية مثلما يتحدث البعض ويتوقع. يعني الأمر في العراق من سيء إلى أسوأ،
ماذا يرتجى من حكومة لا تضع حلولا للمشاكل الاقتصادية؟ والله يا أخي الكريم، يعني لا أظن أن هناك شيء ممكن نرجوه من هذه الحكومة الحالية وحتى الحكومات اللي قبلها وما سيأتي من بعد هذه الحكومة. لا نتوقع أن هناك حلولا جذرية ستطرحها من أجل حل مشكلة البطالة عند الشباب وموضوع التردي في الصناعة والزراعة داخل البلد. هذا الأمر لأنه أيضا يزحف على مواضيع أخرى، أنه كان هناك فشل في مواضيع أكثر قوة وأكثر أهمية كتمزيق النسيج المجتمعي ويعني جعل العراق في أسفل كل القوائم التي تخرج في وصف مدى تقدم الشعوب والدول. لذلك أنا أتوقع يعني إن هذا الحال سوف يستمر، ولربما نشهد صورا أقسى وأصعب على المشهد العراقي إذا لم يكن هناك حد ووضع نهاية لهذا النظام واستبداله بنظام آخر. خرج الشعب العراقي في بداية تشرين العام الماضي في ثورة عارمة كانت ترفع شعارات إسقاط هذا النظام واستبداله بنظام سياسي آخر يمثل الشعب العراقي، وأتوقع أن هذه الثورات ستتكرر وستتعدد المدن التي تخرج من أجل هذا الشعار، كون أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة تامة بأن لا تغيير حقيقي في حياة المواطن العراقي إلا باستبدال هذا النظام بنظام آخر يكون معبر عن الشعب العراقي حقيقة وليس زيفا. نعم، شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. بالعودة لك أستاذ سعد جاسم السوداني رئيس اتحاد نقابات عمال الميسان، ما هي الحلول برأيك للنهضة بواقع العمال في العراق؟ فقدنا الاتصال بالأستاذ سعد جاسم السوداني، سنحاول الاتصال به مرة أخرى ليكون معنا في هذه الحلقة. بالعودة لك أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، ثمة حلول ربما ناجعة وفعالة من أجل تغيير الواقع المعيشي للعمال من حيث إيجاد فرص العمل، من حيث تشغيل المعامل والمشاريع، ما هي الحلول الواقعية في ضوء ما تراه يعني واقعا الآن في العراق؟ الحلول الواقعية اللي ممكن العمل بها، وهذا ممكن يعني العمل بها بأسرع وقت ممكن، هو إعادة تشغيل المعامل العراقية. المعامل العراقية قسم من عندها، والقسم الكبير منها أشار إلى المتحدث أنه في معامل يعني كاملة النصاب وكاملة ممكن للعمل فيها، ولكن وقفت لأسباب أخرى ولإجراءات سياسية. هذه المعامل ممكن الشعب العراقي يضغط على الحكومة العراقية بتشغيل هذه المعامل. من تشتغل هذه المعامل؟ تشتغل الطبقة العاملة، والطبقة العاملة هي طبقة كبيرة وشريحة كبيرة من الشعب العراقي. من تتحرك هذه راح يتحرك كل الأشياء الاقتصادية الموجودة في العراق. يعني لا، ما تبقى على فقط العمل في هذا المصنع، وإنما العجلة تبقى تستمر. فاستمرار العجلة واستمرار الاقتصاد العراقي ونمو الاقتصاد العراقي هو لصالح الشعب العراقي، ولكن السياسيين العراقيين يعني مثل ما يقول أنا غاسل إيدي منهم، لأنه هم ما لم يأتوا لمصلحة الشعب العراقي. لازم يوعي الشعب العراقي الموجودين والمتسلطين في هذه الحكومة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف موجود منهم، ولا أستثني منهم أحد. صدقوني ذولا إجوا لتدمير العراق، ما عندهم ولاء للشعب العراقي ولا عندهم ولاء لجزء من الشعب العراقي، لا كان كردي ولا عربي ولا شيعي ولا سني، ما لهم علاقة بالشعب العراقي. إحنا نرى ما حدث من 2003 ولحد هذه اللحظة، ناس كانوا يعني قسم من عندهم إرهابيين، قسم من عندهم سراق، قسم من عندهم يشتغلوا بمسائل أخرى، واليوم أصبحوا هم سياسيين. يعني حرام وسلمت السلطة، أو هذه الوضعية الموجودة في العراق حقيقة. ذول الموجودين في العراق يجب على الشعب العراقي أن ينتفض ويزيح هذول. يعني هاي المظاهرات الموجودة في العراق ما قاعد يستجيبوا لها، إذن لازم
اكو في الطرق اخرى ليست الطرق المسلحه، لازم يفهمون هذا يعني. نعم. يفهمون القصد مالتي بالضبط. بس اكو طرق واحتجاجات اخرى لازاحه هؤلاء السياسيين المتشرذمين على الشعب العراقي. حقيقه ذول السياسيين هم جايين ينتقمون من الشعب العراقي، ليست ولاء للشعب العراقي. الشعب الوطن ليست هو الارض، الوطن هو الشعب والتربة والأرض وكل شيء من يسكن، حتى الزراعة الموجودة فيه هو هذا وطن. الوطن هو العمل، الوطن من أكون أعيش في كرامة. الشعب العراقي لا فقير جدا، وهو يملك ما يملك، يملك من حضارة، يملك من تاريخ، يملك من ثروات وطنية، يملك من مياه، كل هذا الشيء يملكه هو الآن، هو فقير. هذا الشعب الفقير هم ذولا من 2003 جابوا لهم الفقر، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإيران. أكثر من هذا ما أقدر أقول للشعب العراقي حقيقة. نعم، شكرا لك أستاذ ضياء. بالعودة لك أستاذ سعد جاسم السوداني، مرحبا بك. أهلا بك، مرحبا. أنا بكنا قد فقدنا الاتصال بحضرتك، والآن الحمد لله تم استعادة الاتصال مرة أخرى. العمال العراقيين لسان حالهم الآن في العراق، يعني بعد خروج هذه التظاهرات التي نادت بإسقاط الفساد، بإسقاط أنظمة المحاصصة، وكذلك إسقاط يعني هذه الرموز التي لم تقدم شيئا للعراق، والتي لم تشغل لا مشاريع ولم تشغل معامل ولا مصانع، وفقط همها مصالحها الشخصية. لسان حال العمال العراقيين الآن، هل لك أن تنقل لنا صورة مما يتحدثون به؟ احنا بالنسبة لنا كاتحاد نقابات العمال مشتركين مع المتظاهرين لأسباب شرعية وقانونية. العمال بيشتركون بالمظاهرات في ساحة التحرير وفي كل المحافظات، وفي بالأخص محافظة ميسان الطبقة العاملة إلى حضور مميز، لأنه تعاني الفقر، وتعاني الجهل، وتعاني المرض، وتعاني التسيب. فإحنا إن دور فعال في التظاهرات وخلق أجواء جيدة للتغيير. إحنا مو نطلع مظاهرات مجرد شعارات أو الشتائم، لا، إحنا طالعين مظاهرات لعملية التغيير. الوضع الآن هذا الوضع، يعني هذا النظام بائس، أساء للحركة النقابية، أساء للطبقة العاملة، أساء للمصانع، أساء للمعامل. الآن بلدنا ينتج 4 ملايين برميل من النفط، ولا زال الفقر مهيم علينا بنتيجة لا تعد ولا تحصى من العاطلين عن العمل. الطرف الآخر أنه أنت تتوقع أن دور فعال ومميز في التظاهرات. احنا جادين بعملية التغيير. هذه الأنظمة لا تحترم. انت خلي يخطر على بالك اكو نظام ينتعش اقتصاديا وهو لا عنده زراعة ولا عنده صناعة. احنا الان دورنا كحركة نقابية، احنا الافضل، واحنا الجادين بعملية التغيير في العراق. كلام سليم، شكرا جزيلا لك استاذ سعد جاسم السوداني، رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان. نشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه الحلقة، ونتمنى أن يكون هناك أيضا لقاءات بك مرة أخرى في حلقات قادمة. نشكرك أيضا أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة أستاذ ضياء الشمري. ونشكرك أيضا أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك أستاذ نظير. إذن مشاهدي الكرام، تقبلوا مني في ختام هذه الحلقة أطيب تحية، وإلى اللقاء.